تحقيق الوداد البيضاوي يمتد لسنة ونصف. هبرئ المزداد سنة 1986، سبق وأن لعب لعدة فرق وطنية كالاتحاد البيضاوي واتحاد طنجة وشباب ريف الحسيمي ورجاء البيضاوي، قبل أن يتحول صوب الخليج العربي حيث لعب لفريق الجهراء الكويتي والخليج الإماراتي. وحسب داتا المصدر، فإن المكسب المسير لفريق الوداد البيضاوي يكثف مفاوضاته خلال فترة الانتقالات الشتوية لاستعادة خدمات مدافعيه السابقين الدولي جمال العلوي وظهير الأيسر السقاط لتعزيز خط الدفاع، وذلك نزولا عند رغبة مدرب الفريق بدو الزكي الذي يلح على ضرورة انتداب لاعبين جدد في فترة توقف منافسات البطولة، وذلك من أجل إعداد مجموعته بشكل جيد وحتى تكون في مستوى التطلعات خلال مرحلة الإياب.